وللحديث عن استمرار اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان ومساعي بعثة يونمي لتقريب وجهات النظر مع استمرار الصراع السياسي، معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. أولا قبل الخوض في هذا الموضوع، متظاهرو تشرين أعادوا زخم حراكهم اليوم وبقوة وهتفوا بإسقاط العملية السياسية وسط بغداد، هل نحن أمام عودة الزخم مرة جديدة دكتور؟ شكرا جزيلا عزيزي أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين الكرام. بالحقيقة هذا توقع ليس بجديد، احنا كنا في مناسبات عديدة نتوقع انه زخم الثورة سيعود، لانه يعني جمرة الثورة ما زالها متقدة مثل ما يقال في نفوس العراقيين، وهذه الحقيقة شيمة العراقيين ان لا يسكتوا على الظلم اولا، ومن ثم انه فعلا جربوا تجارب او دخلوا تجارب عديدة الحقيقة في ثورات وانتفاضات وهبات واحتجاجات، وقدمنا 800 شهيد على مذبح الحرية في ثورة تشرين 2019، ولغاية الآن وعشرة يعني مثل ما يقول عشرات الجرحى والمعاقين والمهجرين والمطلوبين للقضاء غير العادل. هذه القضية الحقيقة ليست بجديد، هذه مو مفاجأة احنا متوقعيها، وان شاء الله هي هذه تكون يعني تتويج لي ما تريد تحقق من أهداف ثورة تشرين، وهو إسقاط العملية السياسية برمتها، إسقاط الطغمة الفاسدة ومحاكمتها، ومن ثم البداية بإيجاد بديل وطني حقيقي لإدارة فترة انتقالية تتجاوز هذه الأزمات اللي يعني دفع الثمن باهظ الشعب العراقي خلال أكثر من 20 سنة لغاية الآن، وما سبق من حروب وحصار ظالم على شعبنا. إن شاء الله تكون هذه الخطوة القادمة لتوج كل تضحياتنا إن شاء الله بنصر إن شاء الله. دكتور دكتور، بالعودة إلى الخط السياسي وجهود المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت التي زارت الصدر ومن قبله زارت العامري وجلست مع الجميع، وصفت لقائها بالصدر بالجيد، نحن أمام تطور أو دخول خلينا نقول الطرف الدولي أو المجتمع الدولي على خط المساعي الإصلاح بين الأطراف المتنازعة في العراق، كيف أولا يمكن تفسير هذا المسعى، وهل له فعلا قيمة سياسية من الممكن أن يكون له تأثير على أرض الواقع؟ هو في الحقيقة احنا نعرف ليست بعيدة عن فهمنا من أنه العملية السياسية بنيت بتوافق أمريكي، أولا هو الاجتياح الغزو الأمريكي ومن ثم الاحتلال ثم التنسيق مع نظام الملالي في إيران والغرب والناتو، يعني هناك مصالح الحقيقة تجمع كل هذه الأطراف من أجل أن تعيد الحياة إلى هذا النظام المنتهي الصلاحية، لذلك هم يعني يحاولون الى رأب الصدع بالعمليه السياسيه والى مثل ما يقولون تقريب وجهات النظر او يعني ترميم ما تحطم تدمر لغايه الان بين الفرقاء، يعني هناك صراع على مراكز النفوذ والسلطه والثروه والقياده، يعني واقربها هي اللي حدث في ما يسمى البيت الشيعي، يعني هو الفرقاء الان اشد الفرقاء تناحرا هم اللي موجودين في البيت الواحد، اذا كان بيت شيعي وهو اللي يعني تسلط عليه الاضواء اكثر من غيره، وهناك ايضا مثل ما يقال البيت الكردي لانه خلاف مستحكم على ترشيح رئيس الجمهوريه من اي حزب من الاحزاب، ومن ثم ايضا هناك صراعات على المناصب بين ما يسمون انفسهم ممثلين السنه، هذه طبعا عمليه بائسه لانه الطغمه الفاسده بالتاكيد لا تريد مصلحه الشعب العراقي، نعم. تريد مصالحها الضيقه، نعم. ولذلك هذا التناحر يكون امر طبيعي يعني. والأمم المتحدة الأمم المتحدة تدخلها للحفاظ على استمرارية هذا النظام، ليس أيضا لمصلحة الشعب العراقي، خلينا نكون واضحين يعني. خاصة أنها كانت شاهد زور في المرحلة السابقة على ثوار تشرين الذين وصل عدد الشهداء فيهم إلى أكثر من 1000 شهيد ويعني آلاف الإصابات والجرحى. طيب دكتور، من ناحية أخرى أمام هذا الصراع بين شركاء العملية السياسية، هل ما يزال ممكنا ما قاله الإطار التنسيقي ما سماه بحكومة توافقية، يعني على ماذا يمكن أن يعتمدون في هذا المقترح حكومة توافقية بعد كل هذا الاستقطاب الذي حصل والاختلاف والتنازع على السلطة؟
هو شيء من شكل من اشكال العناد والاصرار على الخطا، كان تاخذه العزه بالاثم كما يقال، يعني هم عارفين انه نهايتهم اقتربت، يعني ولذلك حفاظا على حياتهم وحفاظا على مراكزهم، لانه نهايتهم ستكون الحقيقه يعني ماساويه الى حد بعيد، لانه لا يمكن ان ينجوا من محاكمه الشعب العراقي على كل ما ارتكبوه، من اولا من سفك دماء، قتل على الهويه، صراع طائفي هم أسسوا لهذه، وسرقة الثروات، وارتهان البلد إلى أجندات خارجية، فقدان السيادة، هذه كلها الحقيقة تندرج ضمن يعني ما يسمى الخيانة العظمى لمصالح أو مصير البلد، وخيانة الشعب والوطن بشكل واضح لا لبس فيه. لذلك المحاكمة يجب أن تقع عاجلا أم آجلا، وإحنا شفنا أيضا حتى في تشرين، حتى في الانتخابات التي أجريت إذا كان مبكر أو إذا كان 2018، المقاطعة لم تكن مقاطعة مجردة عادية، كان هناك رفض للنظام السياسي البائس الذي جلب كل الويلات على الشعب العراقي. لذلك هذه المحاكمة كانت واضحة، أما إذا سقط النظام فحدث ولا حرج، سوف تكون هناك فعلا مشاهد مأساوية لأن تنتهي ب يعني أسوأ ما يمكن، نتيجة الظلم الذي سلطوه على الشعب العراقي خلال السنوات الجافة التي مررنا بها لغاية الآن. وطبعا العمالة للأجنبي أيضا واضحة، أنا ما أقول بس ارتهان للأجندات الخارجية، يعني هم ينفذون الآن ما تريد إيران إذا كان من الولائيين، وما تريد أمريكا والحلف الناتو والغرب إذا كان من الطرف الآخر المنافس. ولذلك الحقيقة الشعب العراقي في واد وهم في واد آخر، هم يتصارعون على الثروات وعلى البقاء وعلى السلطة وعلى تنفيذ أجندات خارجية، إذن هي خيانة للوطن والشعب. على هذا الأساس أنا أقول ثورة تشرين لما خرجت وقالت نريد وطن ما كانت على خطأ، بالعكس هو كان هذا هو التوجه الصحيح، الوطن سرق، الشعب ظلم، ولذلك استبيحت كل دماء العراقيين في فترات متفاوتة، وثروات البلد أيضا يعني أكثر من تريليون من الـ 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 الأموال هذه الحقيقة بعثرت ولم يظهر شيء في يعني الخدمات وفي المستوى المعاشي والفقر، زائد أن هناك فعلا مؤشرات على ثورة جياع الآن، هذا كل اللي موجود من تقارير تشير إلى أنه فعلا الجياع سوف يخرجون في ثورة عارمة لإسقاط هذا النظام البائس والطبقة السياسية الفاسدة التي جيء بها من الخارج. على ذكر الطبقة السياسية الفاسدة دكتور، يعني ما يجري اليوم كما يقول المراقبون ولعلك تؤكد ذلك، ليس مجرد تباين في المواقف بين الأحزاب والتيارات الموجودة أو منافسة، إنها صراع حقيقي كما تفضلت قبل قليل. أمام هذا الصراع الحقيقي وأمام على ما يبدو ضعف القبضة الإيرانية في الفترة الأخيرة على تلك الأطراف والتيارات، هل نحن أمام تراجع حقيقي للدور الإيراني، وأن هذه الأحزاب والتيارات الموجودة الآن أصبحت مصالحها الذاتية والشخصية أعلى بكثير من المصلحة المشتركة لها جميعا؟ تمام، هي خرجت حتى يعني احنا خلينا نكون ايضا واقعيين بالتحليل، يعني بعض الميليشيات لا تحتاج الى ايران الان. نعم. الان هي تدفع لايران، يعني تسرق من ثروات البلد وفي ظل الحصار الخانق على نظام الملالي، الآن هي اللي تساعد إيران بعد ما كانت يعني تستفيد من أولا من إشراف إيران من السلاح من التدريب من الأموال، يعني خصوصا في فترة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كان هناك إشراف واضح، كان هناك سطوة واضحة من قبل نظام الملالي، أما بعد قاسم سليماني المعادلة تغيرت الآن، يعني قاني لم يستطع لملمت كل الشتات اللي حدث الآن نتيجة أيضا صراع، يعني هو صراع بين الميليشيات نفسها على السطوة وعلى السلطة وعلى الثروة. لذلك أنا أقول إيران فقدت هذه الميزة كون أنه هي تعاني مشاكل وبنفس الوقت أشبه باستقلالية بالقرار بين الميليشيات في أن تتحكم في مصير العراق بصورة عامة ومصير حتى المنطقة الآن. لذلك الثروات احنا نقول انه حتى قضية الانتخابات، من مرة اراد الانتخابات مثل ما جاء في تقريركم كلفت بحدود 250 الى 300 مليون بدون نتائج مفيدة للشعب العراقي، هذه زائد
ما يسرق الآن، يسرق بأموال كثيرة الحقيقة من النفط والمنافذ الحدودية وتهريب المال وغسيل الأموال وغيرها طبعا من الأبواب التي فتحت أمام هذه الميليشيات ومافيات الفساد وعصابات الجريمة المنظمة. نعم، شكرا لك الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا.